زيارة الميدانية إلى ولاية العاصمة قادت وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية رفقة والي العاصمة إلى مقري الدائرة الإدارية للحراش وبلدية الدار البيضاء، أين اطلع الوزير على مدى تطبيق التعليمات الجديدة بخصوص تذليل العقبات الإدارية أمام المواطنين، حيث أكد بالمناسبة على ضرورة إزالة كل المعوقات في سبيل خدمة المواطن، معلنا عن الإجراءات التحفيزية الجديدة لعمال القطاع. استقبلوا المواطنين باحترام وتوقير، واذا رضوا عليكم المواطنين هذا هو الرضا تاعكم. احنا بالنسبه للمستقبل تاعكم والمسار المهني تاعكم احنا متكلفين بكم، عندكم زيادات وعندكم اعتبارات اللي مش مرسم غادي نرسموه، كل الامور اللي متعلقه بالحياه المهنيه تاعكم نسويوها بشرط بالمقابل نتعامل العمل تاعكم كما ينبغي والعمل تاعكم كما يبغاني، انكم تخدموا المواطن. احنا مسخرين وانتم مسخرين خدمة المواطن باحترام ووقار وتعطيه الوثائق تاعو في الوقت المناسب. كما زار وزير الدولة وزير الداخلية مقر مديرية المستندات والوثائق المؤمنة بالحميز، واطلع على المراحل المتقدمة للمخطط الإجمالي لعملية استصدار جواز السفر البيومتري، والتي وصلت إلى أكثر من 6000 جواز سفر يوميا، فيما أصر الوزير على وجوب الوصول إلى طاقة إنتاج تصل إلى 18000 جواز سفر يوميا. فيها تعليمات صارمة مني شخصيا على أساس ننتهي من هذه العملية تاع الباسبور بيومتريك في سنة نهاية 2014، لأن كان اتفاقية دولية في بالنسبة للطيران المدني وين تحدد الوقت نتاع جو بونس بلي 15 نوفمبر 2015 يصبح المواطن في جميع دول العالم اللي ما عندوش باسبور بيومتريك ما يخرجش. قبل ذلك استمع الطيب بالعز لشروحات المخطط الاستراتيجي لتهيئة العاصمة وعصرانتها، حيث قدمت له نظرة شاملة بحلول ميدانية تجعل من العاصمة مدينة عالمية تنافسية في آفاق 2029، لما لديها من فضاءات هامة يستفيد منها المواطن والسائح، وتحمي سكانها من الأخطار الطبيعية من خلال وضع نظام حوكمة وتسيير محكم. كما زار الواجهة البحرية للعاصمة واطلع على مخططاتها الأربعة المتكاملة التي توفر فضاء بيئيا وتؤمن توزيع المياه الصالحة للشرب والتحكم في الأنسجة العمرانية ومخطط التنقلات والتواصل الحركي وتسهيل عملية التنقل. والمواطن والمواطنة يدير الأسرة نتاعو ولادو يرتاح، وأنا مستقبل يرتاح فيه مطاعم فخرة، فيه تماسين تاع ترفيه، فيه تياتر، فيه سينما، فيه كذا، هذا مكسب كبير. وزير الدولة وزير الداخلية أعلن بالمناسبة أنه سيكون هناك اجتماع خاص للحكومة في السداس الأول من هذه السنة لدراسة مشاكل العاصمة، مؤكدا دعم الدولة الكامل لهذا المشروع الاستراتيجي.